وأنا عم نبهك لآخر مرة، اسمعني منيح، إذا بتلمس شعرة واحدة من أخي بدي أقتلك. تقدري تقتليني صحي، بدل ما تهدديني إنك بدك تقتليني، بعتقد الأحسن إنك تروحي وتقتلي براغيا. قصدي كل ما بدك تقتليها لبراغيا تطلبي مني إني ساعدك. خليني إليك شو لازم تعملي هلأ، بدل ما تضيعي وقتك هون بهذا الحكي الفاضي هاد، تفضلي روحي على البيت واشربي قهوة. ماشي؟ سكوت بقى واسمعني شو بدي أقول، فهم علي نيل. عم حذرك لآخر مرة، أوعك تعمل شي من وراي. دير بالك كتير، ما لازم يصير له شي لأخي، وإلا عن جد رح أقتلك بدون تردد. تعرفي شغلة؟ أنت بنت مجنونة بس عندك قوة كبيرة. إيه؟ واقفة وعم ترمي تهديداتك علي بمكاني كأنه ما خاطر ببالك إنه رجالي موجودين كلياتهم معي؟ رجالك مثلك تماماً على فكرة، ما بيعرفوا يفكروا بشي وبلا فايدة كمان. أنت شو مفكر؟ مفكرون بيشتغلوا عندك؟ هدول طماعين بهمهم المصاري، ما بهمهم غير المصاري وبس. إذا بعطيهم مصاري رح يتركوك بلحظة واحدة وبيصيروا يشتغلوا عندي أنا، وبعدين بطلب منهم يقتلوك، ووقتها أكيد رجالك ما رح يترددوا أبداً. لهيك حاجتك حكي فاضي وفكر قبل ما تحكي. مفكر إنهم مثلك ما هيك؟ جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.